ما الذي يحدث في الساحل الغربي؟ هل تكشفت نوايا مهندسي الحرب في اليمن؟ كيف يمكن تفسير الدور الأممي الباهت عما يحصل من انتهاكات وتجريف للحياة الإنسانية في الحديدة؟ أهلا بكم. قوات وتشكيلات عسكرية خارج نطاق الشرعية تحكم قبضتها على الساحل الغربي وتمتد سطوتها وتحايلها على عمق تعز ولحج وعدن. تقع المنطقة برمتها بين فكي كماشة ما يسمى بحراس الجمهورية وبين قذائف ميليشيا الحوثي، فيما تبدو معركة الحديدة ضائعة بين صراع الأجندات على دماء اليمنيين، خصوصا مع ما كشفه محافظ الحديدة الحسن طاهر عن مقتل 300 مدني في المدينة الساحلية غربي اليمن منذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين في ديسمبر الماضي. أسئلة كثيرة تدور حول الساحل الغربي الذي باتت أحداث غريبة تحدث فيه وتدور بمعزل كلي عن الشرعية. فما الذي تهندسه الإمارات لتأسيس حروب قادمة؟ ولماذا؟ وما الدور الذي يقوم به طارق عفاش في الساحل التهامي؟ وما حقيقة الانتهاكات التي تجري هناك؟ وما طبيعة الأرقام الفلكية للعمل الإنساني للتحالف في هذه المنطقة المنكوبة؟ يبدو المشهد اليمني في الوقت الراهن نموذجا لسياسة تعارض المصالح بين اليمنيين والإقليم. فبعد قرابة عام على تفاهمات ستوكهولم تمضي عملية الحل السياسي دون إحراز أي تقدم يذكر، في حين تجري عمليات أخرى على هامش الحرب والسلام تعمل على تغيير المشهد برمته ليبقى رهينة لحالة لا حرب ولا سلم القائمة منذ نحو 3 أعوام. منذ لحظة إعلان التوصل إلى هذه التفاهمات ارتكب الحوثيون أكثر من 11,000 اختراق وتسببوا بمقتل 300 شخص ونزوح 30,000 أسرة من المحافظة بحسب محافظ الحديدة. توقفت المعركة التي وصلت إلى شوارع المدينة الاستراتيجية في البحر الأحمر، ومع التطورات التي شهدتها عدن مؤخرا تم سحب معظم القوة الإماراتية هناك، كما انسحبت قوة كبيرة من ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا من مواقعها إلى مدينة عدن. كما تشهد الجبهة توترا غير مسبوق في الانشقاقات داخل قوات طارق صالح الموالية للإمارات وانضمامها لميليشيا الحوثي في صنعاء، فيما بات لهذه القوات مسار آخر يجري رسمه باتجاه مناطق جنوب تعز. الشرعية صرفت أنظارها تماما عن استعادة الحديدة، وباتت المشاورات التي تمضي بخط متعرج واجهة لإخفاق كبير لا يوصل إلى أي مكان. لم تنتهي جولات المبعوث الأممي مارتن جريفيث المتكررة ولم تحقق أي نتائج على الأرض، فجريفيث تحولت مهامه من المشاورات بين الشرعية وميليشيا الحوثي إلى زاوية أخرى تتمثل في المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا برعاية السعودية. اليوم يقدم المبعوث الأممي تقريره لمجلس الأمن ليستعرض فيه نتائج مباحثاته مع الأطراف، تلك المباحثات التي أصبحت في نظر كثيرين مجرد محاولات إلهاء اليمنيين وجزءا من حملة بيع الوهم العالمي. تضاءلت أحلام اليمنيين، يقول جريفيث إن المساعدات الإنسانية التي تصل الآن إلى الدريهمي يعتبرها الناس فتحا مبينا. تبدو معركة الحديدة التي كانت على وشك تحقيق أهدافها نموذجا كاشفا عن طبيعة الأزمة اليمنية التي يتداخل فيها المحلي بالإقليمي والدولي ليشكل مزيجا معقدا من المصالح المتناقضة التي تسهم في جعل الأزمة عصية على الحل أو التقدم. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الصحفي والناشط الحقوقي وديع عطا، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ وديع. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، مرحبا. أهلا بك. إذن دعني أسألك بداية، كيف تتابع ما يحدث في الساحل الغربي؟ ولنبدأ من قوات طارق عفاش المدعوم إماراتيا، حيث يبدو أن هناك إعادة تموضع في الساحل الغربي، ما الذي يراد من وجهة نظرك؟ نعم، الحقيقة الوضع في الساحل بشكل عام يدعو القلق، ليس على المستوى التهامي فقط وعلى مستوى الحديدة فقط، بل على المستوى الوطني بشكل عام، لأن في الحديدة يتم تخليق قوات عسكرية كبيرة خارج نطاق الشرعية، لا يزال التجنيد مستمر، لا يزال باب الحشد مفتوح،
خارج نطاق الشرعية كذلك وتحت يعني رعاية الإمارات. الخطأ الذي ارتكبته الشرعية في عدن وبحق المناصرين لها والمؤيدين لها كذلك يرتكب اليوم بحق أبناء الساحل وأبناء تهامة الذين ما صدقوا أن تأتي ثورة 2011، وكذلك ما صدقوا أيضا أن تأتي الشرعية من جديد وأن تستدعي التحالف على الأقل ليتنسموا نسائم الحرية ونسائم الجمهورية ونسائم الدولة في بعض ملامحها من باب ما كان يسمى بالتحرير لمثل هذه المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة. نتكلم عن مديرية الخوخة التي حتى الآن لم تستكمل، لا يستكمل تحريرها لأنه يعني ريفها الشرقي حتى الآن لم يستكمل. نتحدث كذلك عن مديرية حيس ولم يحرر منها إلا مركز المديرية ولا يزال الحوثي يحاصرها من كل الاتجاهات عدا المنفذ الغربي. نتحدث كذلك عن مدينة التحيتة التي لم يحرر إلا مركزها كذلك ولا تزال أيضا محاطة من أغلب الجهات تقريبا. نتحدث كذلك عن الدريهم المنقسمة نصفين اليوم ما بين ميليشيا الحوثي الذي تضطهد من بقية يعني تحت يديها من المواطنين، وكذلك عن قلة من المساكن التي اليوم هي تحت يعني سيطرة الشرعية. للأسف لا نستطيع أن نتحدث عن تحرير حقيقي داخل مدينة الحديدة، ولا بد أن نراجع كلمة تحرير حقيقة في في فيما حصل في الحديدة، لأن ما جرى هو انتقال من سيطرة تحت يعني كانت تحت العصابات التابعة لإيران إلى إطار الميليشيات كذلك التابعة للإمارات مع بعض الجزر العسكرية التي يمكن اعتبارها أو إذا صح التعبير كذلك أنها تتبع الشرعية كنوع شرعية ولشرعنة الوجود العسكري. إذا ما أشرنا هنا مثلا في هذه الخارطة، أشير بها إلى الكاميرا زوم، أعتقد بأن إن شاء الله تكون واضحة هذه الخارطة فيما هو تحت الخط الأحمر. نعم. الجانب الغربي فقط هو الذي تم تحريره، هو ولا يزال حتى الآن يعتبر تحرير هش. لماذا هو هش؟ لأن الالتفافات لا تزال مستمرة، حتى قبل أن أكون معكم في الاستوديو الآن قبلها بساعة أو ساعتين تقريبا كان هناك التفاف على مدينة حيس من الجهة الشمال. هناك منطقة يعني حيس مثلا محاصرة كليا، منطقة التحيتة محاصرة تقريبا على المنفذ الغربي، مدينة الدريهمي مقسومة، مدينة الحديدة تقريبا مطوقة بشكل كذلك، يعني لا يعني ليس بشكل عسكري يعني يمكن أن نقول بأنها ستصمد، لأنه في حال انسحبت الإمارات في أي حال من الأحوال مثلا فإن كل الجبال المطلة على الشريط الساحلي ليس في الحديدة فقط بل إلى المخا منكشفة تماما للقوات الحوثية المدعومة من إيران والتي خزنت السلاح البالستي والسلاح النوعي كذلك في الجبال المطلة على هذه المناطق التي بإمكانها أن تحشد أيضا من إب وتحشد من ريمة وتحشد من المحويد وتحشد من حجة وكذلك لتحشد قوات مضاعفة. اليوم التحدي يعني لا ينحصر فقط على الحديدة بشكل خاص بل حتى على الساحل الغربي من باب المندب إلى الدريهمي أو إلى دوار الحديدة المحيط بها، لأن هذا الانتصار لا يزال خفيفا لأن التفافات يومية كما قلت ولأن الحشود الحوثية لا تزال مستمرة، لا تزال كل التعزيزات تصل إلى الحديدة. يعني 300 مواطن تقريبا قتلوا من المدنيين منذ اتفاق ستوكهولم ولا تزال ولا يزال عدد هذه الإحصائيات الرسمية، لكن الإحصائيات الشعبية أعتقد بأنها أكثر من هذا الرقم بكثير، لأن التحالف حتى الآن أعتقد أنه يشرف على وصول التعزيزات إلى الحديدة ليفرض خارطة سياسية ما. نعم، قبل أن ننتقل لهذه النقطة، قبل ذلك أستاذ وديع، ما هو حجم قوات طارق عفاش الحقيقي؟ ما هي خارطة انتشاره في الساحل الغربي؟ نعم، هناك يعني علامة استفهام كبيرة حقيقة على وجود طارق عفاش أصلا في هذه المنطقة التي لا يمت إليها جغرافيا ولا إداريا ولا حتى قبليا. يعني ما الذي جاء به إلى هذه المنطقة إلا لتخلق منه الإمارات حفتر جديد في الساحل اليمني بشكل في الساحل الغربي اليمني؟ الإمارات اليوم تخلق لطارق عفاش على مرأى من الشرعية للأسف، وعلى يعني وتحت إشراف التحالف ممثلا بالقيادة السعودية كذلك. اليوم مع طارق عفاش تقريبا وتحت قيادته وتحت إشرافه 14 لواء، يعني 14 لواء من 2000 تقريبا لكل لواء وحسبي. يعني اليوم يعني التجنيد لا يزال مستمر، هناك 3 ألوية تهامية وهناك ألوية الألعاب الزرانيق وهناك لدينا كذلك معه 6 ألوية خاصة منه يأتي بها يعني يأتي بهم من بقية المحافظات الذين كانوا يتبعونه بالولاء لما كان يسمى بالحرس الجمهوري أو القوات الخاصة. هناك تجنيد للتغيير الديموغرافية يعني في الحديدة بشكل عام لتعاد تهامة ولتعاد الحديدة كذلك تحت استبداد الهضبة من جديد وتحت استبداد هذه يعني القوات العسكرية القادمة من خارجها، بينما بالمقابل أيضا يتم تهميش القيادة العسكرية من أبناء الأرض، يتم استخدامهم للحشد
داعش يتم استخدامهم للتشكيل الديكوري فقط ليقدموا وكأنهم يحرروا أبنائهم. قبل أن يأتي طارق إلى الساحل كان أبناء تيهاما قد قدموا مئات يعني الشهداء تقريبا 1000 شهيد قدموا قبل أن يأتي طارق. اليوم كل هذه التضحيات تذهب أدراج الرياح ونتمنى ألا تذهب كذلك، لأن الخوخ التي فرحنا بها بأنها يعني تحررت، تخيلي بأن مدير مديرية الخوخة المعين من الشرعية اليوم هو معتقل أو موقف يعني إداريا في القوة يعني في المخا تحت إشراف طارق عفاش بأمرنا الإمارات، لأن أحد مرافقه قتل مواطنا بينما يفترض أن يوقف القاتل ويحل النيابة. اليوم هناك من يتصرف وكأنه الآمر الناهي داخل الساحل الاتهامي، وهناك من يبعد من يشاء ويعين من يشاء بعيدا عن الشرعية. الوزر في هذا كله أعتقد بأنه يتحمله الرئيس عبد الرب منصور هادي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره رئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، هو الذي يتفرج على الحديدة اليوم تذهب سودان، وهو الذي يتفرج أيضا إلى ما يمكن تسميته تخليق جديد لمجلس انتقالي اتهامي أو ساحلي غربي. نعم سنتناول دور الحكومة، ولكن سمح لنا أن ينضم معنا عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. سعد الله مساءكم أنتم والمشاهدين والضيوف جميعا، وخصوصا الضيف الذي في الاستوديو الذي أتفق معه كثيرا مما طرح. نعم أهلا بك وبه أيضا أستاذ عبد العزيز. ضعنا في صورة إعادة التموضع أو إعادة التموضع التي يراد لها أن تكون في الساحل الغربي. هو حتى الآن توجد خارطة الطريق يعني لإعادة التموضع، لكن القوات العمالقة يعني لدينا ثلاث جهات عسكرية يمكن أن نطلق عليها القوات المشتركة، القوات الطابعة لطارق عفاش، ألوية المقاومة التهامية، ألوية العمالقة، وأعتقد جزء من ألوية العمالقة قد انسحبت وبعضها يقاتل في الضالع وبعضها يعني عاد إلى عدن ربما لتأمين عدن، وبعضها يقاتل في مديرية الزاهر في البيضاء دفاعا عن يافا. فالوضع أعتقد أن الوضع العسكري يعني تقريبا ساكن، ما فيش لا يوجد أي مستجدات في الحديدة. نعم نعم، إذن يقال أن الإمارات انسحبت من اليمن وما إلى ذلك من هذه الأحاديث ربما الإعلامية، لكن إلى حد الآن هي ما زالت تدعم طارق عفاش وقوات سلفية أيضا على حساب القوات الحكومية، ما رأيك؟ أنا سبق أن أتكلم في الموضوع هذا على أنه الانسحاب العسكري للإمارات ليس هو المشكلة، لأن القوات هلا تشكلهم 2000 جندي يعني لا يقدموا ولا يؤخروا، هم أكثر عمل القوات الإماراتية أعمال إدارية ولوجستية، بمعنى أن القوات الإماراتية غير مقاتلة في الميدان، مجرد تدير ما تدير المعارك أو أعمال لوجستية وتدريب ليس إلا، فبالتالي انسحابها ليس هو المشكلة، القضية هي قضية التمويل والدعم والاسناد، الرواتب على سبيل المثال الالويه الموجوده في تهامة بشكل عام، من الذي يدفع رواتبها؟ من الذي يقوم بتصليحها؟ من الذي يقوم بتجهيزها؟ طبعا الامارات، طبعا احنا لا نقول انه لا يجب ان تكون، بالعكس هذا هو المطلوب، لكن انسحاب الامارات هل تنسحب يعني بشكل كامل؟ هل تنسحب بقبضها وقبيضها؟ نفوذ الامارات وقوه الامارات ليس بقوتها العسكريه وانما باموالها، فالمطلوب هل تسحب اموالها ام تبقي اموالها؟ طيب ما فيش مشكله ان ابقت اموالها من فوق الطاوله، المشكله هي الاعمال التي تتم من تحت الطاوله. الانسحاب لا يقدم ولا يؤخر، الانسحاب العسكري يتكلم لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمن ولا يغني من جوع. كون القوات الاماراتيه ليست قوات مقاتله، نحن عندما نتحدث عن انسحاب قوات عسكريه نتحدث مثلا عن انسحاب القوات الروسيه من افغانستان نصف مليون مقاتل، نتحدث عن انسحاب القوات الامريكيه من العراق 300,000 مقاتل، نتكلم عن انسحاب قوات التحالف من اوروبا في الحرب العالميه الثانيه 3 مليون مقاتل، اما 2000 جندي وضابط اماراتي هذا وجودهم كعدمهم من الناحيه القتاليه، لكن وهم موجودين كقياده وتحكم وسيطره، نعم. نعم اذا هل يعني الحكومه والجيش الوطني بمعزل تماما عما يحدث هناك، لما يعني يسمحون بكل هذا العبث على طول الشريط الساحلي؟ للاسف الشديد الحكومه هي كانت مغيبه عن الساحل الغربي بنسبه 100%، وللتذكير ان وقف اطلاق النار قبل اتفاقيه ستوكهولم لم يصدر من قبل وزاره الدفاع او رئاسه الاركان،
وانما صدر بتغريده من انور قرقاش في تويتر، يعني تم ايقاف اطلاق النار بتغريده من قرقاش. فهذه الالويه وهذه القوات يعني هي تابعه بشكل عام، هي تابعه للامارات الشرعيه نتيجه ضعفها بشكل عام. هم مشت من جبهات صعده، هم مشت من القوات القتاليه التشكيلات القتاليه في الجنوب، هم مشت من القوات والتشكيلات القتاليه في الساحل الغربي. ويفترض الان اذا في اتفاقيه جديده او حل جديد ان يتم دمج هذه القوات، على ان يكون لرئيس الجمهوريه حق تعيين وتبديل واقاله اي ضابط، بما فيهم طارق عفاش، في حال الدمج في الجيش الوطني يحق لرئيس الجمهوريه اقالته او استبداله او تغييره او حالته والتعقيب معه وما الى ذلك. لكن لا اعتقد ان الشرعيه بشكل عام او القياده السياسيه اللي هو رئيس الجمهوريه هو اضعف من ان يتخذ قرارات كهذه. ولو كان رئيس الجمهوريه لديها القدره او الملكه التي تؤهله ليكون رئيس جمهوريه ما سقطت صنعاء وهو يتفرج، ولما مضت على البحر 5 سنوات وهو قاعد في الرياض. نعم نعم. إذن كيف تتابع مواقف المبعوث الأممي الأخيرة؟ يعني هناك إهمال واضح لملف الحديدة، وبعضهم علق بأن الصراخ فقط على الحديدة وضعها الإنساني حينما كان هناك نية جادة لتحريرها. الحقيقة أن الحوثي يجيد اللعب ويجيد المراوغة، يعني للأمانة عندما شعر بالهزيمة العسكرية في الحديدة استدعى الأمم المتحدة وطلب وقف اطلاق النار واعلن انه مستعد لكل شيء، وهذا جزء من تكتيك الحرب حتى يستعيد انفاسه وحتى يعيد رص صفوفه وحتى يعيد ترتيب قواته. فكان الطرف الاخر ليست الشرعيه، الطرف الاخر اللي هو التحالف ممثلا بالامارات استجاب للضغوط الدوليه في ايقاف اطلاق النار في الحديده. للعلم أن الشرعية قالوا لا روحي فاوضي لستوكهولم، وفرضت على الشرعية في نفس الوقت تقطع فرض الاتفاق وهو اتفاق غير مكتوب. على فكرة التحجج يعني بالحديدة هو كلام أشبه إلى العين، دول وقف اطلاق النار قالوا بصدهم مدينة الحديدة، لكن ما يمنع أن يتحرك أن يتم توسيع الشريط الساحلي. على فكرة الشريط الساحلي المحرر نحن نبالغ فيه هو عبارة عن 15 كيلو متر من الخوخة إلى بعرض 10 إلى 20 كيلومتر من الخوخة إلى الحديدة. الشريط هذا يستطيع الحوثي أن يقوم بهجوم جاذبي ويقطع خط الإمداد على القوات المتقدمة والقوات المتأخرة، خصوصا إذا عرفنا أن الإمارات لن تهاجم بالهيلوكوبتر ولن تستخدم الطيران مرة ثانية لدي تفاهمات إقليمية مع تفاهماتها الإقليمية. لكن القوات الموجودة في الساحل بالإمكان توسيع الشريط الساحلي شرقا باتجاه اذا جاز التعبير السلسله الجبليه. الحوثي نعم. هنا هو المتحكم وهو المسيطر وروح المبادره لديه في الحديده. نعم نعم. اذا اخيرا استاذ عبد العزيز، كيف تقرا المشهد في ظل هذه المعطيات؟ ما الذي يمكن حدوثه في قادم الايام؟ الحقيقه ان لا 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 الوضع السياسي اكثر مما هو عسكري. نعم. المشاكل التي الاشكاليات التي حصلت في عدن، يعني خروج الشرعيه من عدن، اصبحنا يعني بدل ما كنا نبحث عن صنعاء رجعنا ندور على عدن. المهم لا توجد اي اراده سياسيه سواء عند قياده التشكيلات القتاليه في الساحل الغربي او عند قياده الجيش الوطني في مارب، لا توجد اراده سياسيه وخط احمر تحت اراده سياسيه للجوء للحزم العسكري. حتى الان هذا الكلام كله غير موجود، المؤشرات كلها تدل على انه الحزم العسكري تم استبعاده، وربما تحصل هناك تفاهمات اقليميه اكبر يعني تكون ايران طرفا فيها مع دول التحالف لانهاء الحرب في اليمن، وتحت مبدا لا يشبع الذيب ولا تفنى الغنم. الحقيقه انه حتى الحل السلمي سوف ينتهي من الحوثي يلتهم كل هذه المناطق قطعه قطعه. الحوثي وايران الان يعملوا على ايقاف الطيران العربي من مهاجمه او من التدخل او كف هذا او انجاز التعبير كف التحالف العربي عن التدخل في اليمن. فاذا كف التحالف سوف ندخل في عمليه مفاوضات سلميه طويله المدى. خلال هذه الفتره يستطيع الحوثي ان ينقض على الجبهات جبهه وجبهه حتى يعود الى المحيط الهندي.
وإلى أقصى نقطة المهرة. نعم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن ما هو تعليقك أستاذ ودي على ما طرحه الأستاذ عبد العزيز في ما يتعلق بمستقبل ما يمكن حدوثه قادم الأيام؟ نعم، أنا أتفق مع كثير مما طرحه الأستاذ عبد العزيز. يعني المسؤولية الآن هي برمتها هي أمام الشرعية، أمام القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب المنصور هادي، وهنا لابد أن نؤكد ألف مرة يعني على مسؤوليته المباشرة حول ما يجري في الحديدة، لأنه لا ينتظر حتى تقع الفأس في الرأس ثم يعود ليولول وينادي المجتمع الدولي ليقف مع الشرعية، وبعد أن يقصف الجيش الوطني الذي بعد إذن سيأتي مثلا لتخليص الحديدة، ويقول بعدين يكتفي فقط ببيان أو يدعى إلى حوار مشابه لما يجري الآن من هندسة حوار يعني مناطقي يقوم على ما يلغي مخرجات الحوار الوطني في جدة. اليوم نحن على مشارف قوة عسكرية، اليوم طارق عفاش في أحد الخطابات الذي يعني قالها في تخريج دفع جديدة من خريجي قواته الخاصة، يقول بأنه يعيد أو يشكل خارطة وطنية جديدة باسم اليمن جميعا في الحديدة، ولا ندري ما الذي يقصده يعني بخارطة، يعني الملامح واضحة والممول واضح والأهداف واضحة وكل الأخطار أيضا ومؤشراتها واضحة وكل المقدمات يعني تؤشر للنهايات التي يمكن أن نتوقعها كاملا. لكن يعني هل ستنتظر الشرعية أن يدفع أبناء الشرعية وأبناء الوطن وأبناء الجمهورية وأبناء الدولة الثمن كما دفعوه في عدن وكما دفعوه في أبيان وكما دفعوه في شبوة وكما دفعوه في كل منطقة يعني ممن عبئت بهم السجون الإماراتية والسجون الحوثية مرة أخرى في اتهامها؟ اليوم كل القيادة العسكرية التهامية تقريبا 98% من القيادة العسكرية التهامية لا تستطيع أن تدخل إلى اتهامة لأنها مصنفة عند الإمارات بأن تتبع الشرعية أو تصنف على طيف سياسي معين أو حتى تلصق بمن يشاء، يعني هذا إخواني هذا إصلاحي أو هذا يعني عميل الحوثي، بينما من كانوا مع الحوثي إلى قبل أمس اليوم أصبحوا عادوا كقيادات مع ما يسمى يعني بالقوات الوطنية أو الحراس الجمهورية، وهم من خانوا الجمهورية وهم من باعوا الجمهورية. اليوم من دفعوا يعني بمئات يعني الشهداء ومئات يعني الضحايا إلى سجون الحوثي اليوم عادوا إلى نفس الصفوف، اليوم يحضرون الاحتفالات التي بين قوسين وطنية يعني تتم في الخوخة ويقفون جنبا إلى جنب يعني جوار المحافظ الشرعي. نعم. يقفون اليوم في يعني في احتفالات رسمية باسم 26 سبتمبر أو باسم الوحدة أو باسم تأسيس المؤتمر الشعبي العام، ولا يحضر فيها صورة الرئيس عبد الرب المنصور هادي. نعم. اليوم القوات العسكرية الفتية بين قوسين التي يعتبرها بعض الناشطين هكذا اليوم تبع طارق عفاش لا تعترف بالشرعية بل ويتخاطبون وكأنهم جهة يعني وطنية فعلية، يعني اليوم هم مدعومين بشكل كبير اليوم. لكن هناك سؤال كبير أيضا يعني يثار حول دور إخوتنا السلفيين في هذه المنطقة من اليمن، يعني هناك ألوية ثلاثة ألوية رئيسية يعني من أبناء تهامة، اللواء 11 واللواء 3 واللواء 7، اليوم وكأنهم يعني متواجدين ضحية متروكة يعني لطارق والإمارات تنفرد بهم. لماذا لا تمد الشرعية في الرياض يدها مثلا إلى الألوية التهامية التي للشهر الرابع والشهر الخامس الآن رواتبهم موقوفة لأنهم لم يعملوا مع طارق؟ لماذا لا تمد الشرعية يدها أيضا للألوية السلفية التي يمكن أن يكون ولاءها فعلا لولي الأمر بن قوسين الرئيس عبد الرب المنصور هادي؟ لماذا تترك تهامة وتترك الحديدة كذلك كقوة يعني كخارطة يعني سياسية جيوسياسية مهمة على مستوى اليمن؟ اليوم الحديدة هي الميناء الأهم على مستوى اليمن إذا 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 ما أتيحت لها وفكت القيود، لأنها تمثل 70% تقريبا من الأهمية التجارية والأهمية الإنسانية لتغيث ما يزيد عن 12 محافظة بل وأكثر من ذلك. اليوم يعني المسؤولية قد تتوجه بشكل كبير قانونيا وأخلاقيا وسياسيا وتاريخيا إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي، لأنه هو الوحيد الذي يترك الحديدة ويتفرج عليها ويرمي قياداتها وأبطالها ويضحي بتضحياتها اليوم لتلتهمهم الإمارات كالكلبة التي يعني مع عذري اللفظ التي تلتهم أبنائها حينما تجوع. اليوم الإمارات ستنتقم من الشرعية فيما لو خسرت سياسيا مثلا في أي تسوية في عدن، ستنتقم بالحديدة لأن الحديدة أكاد أن أسميها بنغازي الجمهورية اليمنية. اليوم في الحديدة يتم تشكيل يعني قوة ممزوجة ما بين ساحل تعز
وساحل تهامة، ممثلة هناك في تعز بأبي العباس الذي خرج إلى الكدحة، وممثلة بطارق عفاش الذي كذلك يتدثر بالإهابة التهامي، وأنه يحرر تهامة ويقول بأنه مستعد أن يحرر الحديدة فيما لو دقت ساعة الصفر، بينما هو لا ينتظر ساعة الصفر إلا من الإمارات ومحمد بن زايد وليس من الرئيس الذي لا يعترف به. ماذا عن عودة قوات كبيرة من العمالقة قبل فترة وغيرها كانت في الساحل الغربي وانتقلت إلى عدن وأبين، كيف أثر مثل هذا الانسحاب على المشهد العسكري في الساحل الغربي؟ نعم، انسحابات ألوية العمالقة هي موضوعيا بدأت أول شيء يعني كنقدة يعني في الانقلاب الأول الذي حدث في يناير أو ديسمبر 2018. في الانقلاب الأول الذي حصل في عدن ذهبت ألوية أو قيادة الألوية الستة، كانوا حينها لا يزالون ستة فقط بشكل رئيسي، وذهبوا لإنقاذ الموقف بتوجيهات من القيادة العسكرية السعودية التي كانوا إلى حد ما على تواصل معها أو لا يزالون. في المرحلة الثانية كذلك ذهبوا كما يسمى أيضا يعني كتعزيزات، وللغرابة أيضا ذهبوا مع بعض الكتائب التابعة لطارق عفاش أيضا لدعم وتعزيز يعني العمل العسكري الذي ضد الحوثي في الضالع. لكن في الانقلاب الثاني كذلك فوجئنا أيضا بانسحاب مثلا اللواء الرابع على سبيل المثال أيضا لتعزيز ما سمي كذلك وفقا للأنباء التابعة للمؤتمر الشعبي العام والتابعة للحراك يعني الجنوبية والمجلس الانتقالي بأنهم ذهبوا لتعزيز يعني المسؤولية الأمنية في هذه المناطق الجنوبية، بينما هم ذهبوا بدون أمر من وزارة الدفاع التي يزعمون بأنهم يتبعونها كما قالوا أكثر من مرة بأنهم يتبعوا المنطقة العسكرية الرابعة. ذهبوا يعني بدون أي تنسيق مع القوات يعني الرسمية التابعة لوزارة الدفاع ولا وزارة ولا للشرعية كذلك، ذهبوا بدون أوامر من ولي الأمر الذي يزعمون بأنهم يتبعونه. نحن يعني نستغرب فعلا يعني لماذا يتجه هؤلاء المؤدلجين يعني بأمانة الإخوة السلفيين هم القوة المؤدلجة الوحيدة التي يمكن الاستناد عليها فيما لو فعلا يعني أثبتوا ولاء إلى الشرعية ومدت إليهم الشرعية، لأنه للأسف يعني لكن أنا محترما أحمل مسؤولية يعني للأسف. نعم، لكن أخلاقيا لكن السلفيين يتحملوا مسؤولية كذلك لأنهم لابد أن يقول الإمارات لا، لأن الإمارات اليوم أثبتت عداء وولاء يعني خارج إطار الشرعية وتدق التحالف. نعم، لكن من الشرعية تتعامل مع هذه المنطقة وكأنها عمليا ليست لها، يعني لا يوجد حتى محاولة استقطاب، لا يوجد حتى طرح لهذا الموضوع، لا يوجد حتى يعني وكأنها ليست تابعة لمنطقتها أو لسيطرتها. تمام، لكن لنكون أيضا موضوع وحتى لا نرمي الحمل كله على الشرعية أيضا، نعرف بأن التحالف اليوم يصادر القرار على مستوى الشرعية ويحتل المناطق بهذا المصطلح، يحتل المناطق التي قال بأنه حررها ولا يتدخل الشرعية حتى بالتعيينات. أنا أنتمي إلى منطقة يقال عنها محررة منذ سنتين وعين فيها مدير أمن لا يزال حتى اليوم منذ سنتين لم يمكن. أنا أنتمي إلى محافظة وهي الحديدة عين بقرار جمهوري فيها قائد محور حتى اليوم لم يمكن ولا يجرؤ على الوصول لأنه لا يمكن أن يمكن أصلا. أنتمي إلى كذلك محافظة فيها مديرية محررة يقال عنها الخوخة، مدير مديريتها ورئيس مجلسها المحلي اليوم محبوس من قبل الشاوش طارق عفاش بأمر من الإمارات. اليوم الإمارات تنفرد بالحديدة كما تنفرد بعدن كما تنفرد بلحج كما تنفرد بالضالع كما تنفرد وتتصرف كما لو كانت المستعمر الجديد أو المحتل وكبيرة عليها كلمة احتلال حقيقة لأن أقل من أن تحتلنا. لكن يعني في أسئلة أخلاقية أيضا لابد أن تثار أيضا إلى إخواتنا السلفيين وإلى الشرعية وإلينا جميعا، نحن أيضا لابد أن ننتمي للوطن، أن ننتمي إلى الأخلاق على الأقل، إلى المبادئ، أن نقول لا للخطأ، أن نقول للإمارات التي اليوم تقتل الجيش الوطني لا. لكن للأسف أيضا هناك من يخترق أيضا الصف السلفي ويؤيد الإمارات يعني تحت الطاولة ويغض الطرف كذلك حتى بإصدار بيان عما حصل بحق الجيش الوطني ويعتبر ذلك. بل أن هناك سلفيين جنوبيين قالوها في بعض الجروبات التي نحن فيها بأنهم قدموا إلى تهامة ليصفوها من الحوثيين ويطهروها من الإصلاح، هكذا بالمفتوح. نعم، بكل وضوح. نحن أمام يعني مؤامرة كبيرة تقودها وفي ظل كل هذه التجاربات ونتمنى يعني لازمنا نعول أيضا. نعم، يعني على المسؤولية الأخلاقية لإخوتنا السلفيين موجودين في ظل كل هذا التهامي. أستاذ وديع، يعني للأسف الشديد أيضا المتضرر الأول والأخير هو الإنسان اليمني وهناك نعم مأساة حقيقية لما يحدث في الحديدة. لنطلع عليه أكثر دعنا يعني نأخذ معنا الأستاذ غالب القديمي الراصد الحقوقي عبر الهاتف من سيئون. مساء الخير أستاذ غالب. مساء النور أستاذ لك ولضيفك ولجميع ضيوفك والمشاهدين قناة الطفيش. اهلا بك استاذ غالب، هل وضعتنا في صوره الوضع الانساني في الساحل الغربي؟
عزيزتي، الوضع الإنساني في الساحة الغربي مؤلم جدا. نحن في ناشطين في مجال الحقوقي، نعمل في وضع استثنائي، مخاطر كبيرة، معظم الضحايا لا نستطيع الوصول إليهم بسبب المخاطر، إما بسبب الألغام أو أيضا بسبب المنع والرفض من قبل الجهات المسؤولة في الجبهات الألية أو قيادة المشتركة. لم نستطع حتى اللحظة أن ننسق أو نلتقي بقيادات التحالف أو غيرها في الساحل الغربي. بالأمس الإخوة شكل فريق قانوني من الشباب المتطوعين، لم يكن تكليف من أي جهة وإنما شباب متطوعين بالنسبة لقضية المتينة، ونزلوا ومعهم الأخ خالد عايش رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان والأخ المناضل إبراهيم بكيرة، وصلوا وحاولوا يقتربوا من منزل أسرة الضحية في المتينة. للأسف منعوا ووجدوا أن المنزل أسرة الضحايا تحت الإقامة الجبرية، يوجد أمام منزلهم طاقم عسكري، ممنوعين من الخروج من منزلهم، ممنوعين من التواصل حتى مع جيرانهم أو الاتصال. الأسرة هذه بالذات اليوم هي تحت الإقامة الجبرية من قبل أحد الألية الموجودة في المتينة. بالنسبة للدريهمي، بالنسبة وضع إنساني مؤلم، وضع حقوقي أيضا مؤلم، انتهاكات بالجملة تقوم بها جميع الأطراف، لم نستثني أي طرف. نحن في اللجنة الوطنية نرصد ونحقق جميع الأطراف، جميع الانتهاكات من جميع الأطراف، ومع هذا نحن أيضا نشتغل بحذر جدا بوضع صعب جدا، نخاف أيضا على أنفسنا من أي شيء. نعم، إذا ماذا عن المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات المحلية والدولية أيضا، كيف وضعها؟ هل تصل إلى هناك؟ يا سيدي، المساعدات الإنسانية بالذات مواد الإغاثة أو الإيواء مواد قليلة جدا. ما نلاحظه في الإعلام غير صحيح، ليس هو ما يوجد على أرض الواقع. آلاف الأسر نازحة لا يجدون قوت يومهم، وبعض المنظمات تصرف في الثلاثة الأربعة أشهر سلة غذائية، بعض السلل قيمتها لا تتجاوز 5000 ريال أو 7000 ريال، هذا موجود يعني أمام الناس، موجود بالجملة. مئات الآلاف الأسر لا تجد مأوى أو سكن، تعيش تحت الأشجار، لا تجد الخيام، لا تجد أي شيء. المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية هي تسترزق على حساب الضعفاء والمساكين، مليارات الدولارات تأكلها تصرفها، لا نعلم أين تذهب أو أين تصل، لا تصل إلى الفقراء وإلى مستحقيها أبدا. أيضا المخيمات الخيام مترهلة منتهية، وكل يوم تأتي أسر أيضا نازحة جديدة بسبب الوضع في المديريات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. يوميا تنزح أسر من مدينة الحديدة، من مديريات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، لكنها للأسف لا تجد المأوى تماما. أيضا الأحداث عادت بعض الأسر، كثير من الأسر التي هجرت من بيوتها من عدن عادت، ولكنها حتى اللحظة تجد السبع الأسر تعيش في خيمة واحدة. نعم، إذا هناك بعض الانتهاكات التي سمعنا عنها، ربما مثل محاولة اغتصاب إحدى النساء في التحيتة، ومن قبلها العديد من الحوادث كما تقول بعض المصادر. كونك راصد، ما تعليقكم على مثل هذه الحوادث التي أصبحت متكررة؟ بصراحة هو أمر مؤسف، مؤسف جدا أن تأتي أن تحصل هذه الحوادث في مناطق هي قوة المشتركة أو الشرعية أو في المديرية المحررة. نحن نرصد ورصدنا أيضا إلى المديريات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ونتحفظ على أسماء أسر الضحايا خوفا عليهم. رصدنا كثير من الحالات في جبرة، في المديريات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، لكن لا أسماء الضحايا خوفا على حياتهم. لكن أن تأتي هذه الانتهاكات وتحصل في المديريات المحررة، هذا أمر مؤسف كبير جدا. حتى أنه الإخوة الفريق القانوني الذي نزل أمس ليحقق في حالة، وجد أكثر من حالة موجودة وبدأ يحقق فيها، إلا أنه منع من الوصول لأكثر حالات. هناك أيضا حالة في منبر
حصلت قد في يوم 13/9. هناك حالات كثيرة. الملفت أنه نحن يمنع الناس عندنا العائد. نعم. وتعرض لمحاولة اغتصاب. الأعراف والتقاليد تجبر أسرتها على السكوت أو الصمت. بعضها تموت، بعضها لكن قد تصاب البنت بحالة نفسية، إلا أن الأعراف والتقاليد سيئة جدا، أضرت بالفتاة، بالمرأة، بالبنت أكثر مما أضر بها المنتهك أيضا. أيضا الخوف الشديد بعض الأسر، يعني أنا أتواصل مع والد أحد الضحايا منذ 3 أيام إلى اليوم يرفض حتى الإدلاء بمعلومة واحدة أن تعرض ابنته لمحاولة اغتصاب. إذا شكرا جزيلا لك غالب القديمي الرصد الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون. عودة إليك أستاذ وديع، ما هو تعقيبك حول هذا الوضع الإنساني المتزايد بالسوء للأسف الشديد، يعني في ظل غياب لمظاهر الدولة والأجهزة الأمنية، هناك يعني وضع إنساني سيء وانتهاكات حقوقية كثيرة. نعم للأسف بشكل عام الملف الإنساني على مستوى اليمن فقط، بس يعني وليس على مستوى الحديدة، هو محل مزايدة ومناورة فقط واستخدام للابتزاز السياسي. الحوثيين يهجرون من جهتهم، والشرعية والتحالف بشكل عام يقصرون في حقوق النازحين. المناطق التي يفترض بأنها في عهدة التحالف، ونحن نعرف بأن التحالف تقوده دولتان من أغنى دول العالم، يعني الإمارات والسعودية، اليوم يقصرون في حق مثل هذه القضية الإنسانية. اليوم في المناطق التي تحت سيطرة يعني التحالف نجد بأن هناك مئات وتكدس أيضا لعشرات الآلاف من حالات سوء التغذية من عدن وصولا إلى الدريهيمي، بل وفي عمق يعني قرية منظر التي هي اليوم في تعتبر إحدى مديريات مدينة الحديدة، المدينة وليس حتى الريف. اليوم نحن نتحدث مثلا كنموذج، مثلا هذه مديرية حيس إحصائية وصلتني قبل الحلقة بنصف ساعة تقريبا، يعني 4000 تقريبا حالة تم استقبالها في المستشفى الذي لا يعني لم يستقبل حتى إبرة واحدة من الحكومة حتى اليوم منذ تحريره، كل ما يصله فقط عبارة عن مساعدات. هذه يعني تقريبا نصف أربعة يعني نصف الحالات ملاريا، نصف الحالات ملاريا وحمى ظنك، ونصف الضحايا تقريبا هم أطفال ونساء. يعني هذه الوضع الإنساني اليوم الذي هو يعني سيء ويذهب إلى الأسوأ في مدينة كحيس وفي الخوخة كذلك، التي تعتبر اليوم هي العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة. اليوم هي للأسف يعني كذلك تستقبل عشرات الحالات، ويعلن مكتبها الصحي من حين إلى آخر عن عجز استقبالات المزيد من الحالات يعني الصحية لقلة الأسرة. مركز الملك سلمان الذي لديه ايضا مركز يعني عيادات متنقله في مدينه الخوخه كذلك يعلن عجزه، ويتم الاحاله الى المخا. تستحضرني حالات كثير ممن شاهدناها او تابعناها، كذلك ممن نعرفهم على الاقل من الاهالي الذين نعرفهم، فقراء لا يملكون قيمه المواصلات ليذهبوا ليس الى الخوخه فقط، بل وحينما يتم احالتهم الى المخا ومن المخا كذلك الى عدن، هناك تبدا متاهات جديده. حيث محاصرة فعلا، يعني أكثر من 40,000 نسمة أو 30,000 نسمة محاصرين داخل هذه المدينة المطوقة بالحوثيين حولها. التحيتة كذلك تقصف، والوضع الصحي وخدمات المياه والكهرباء كذلك غير متوفرة. الأمر كذلك في الدريهيمي، الأمر كذلك ينسحب على المخا، المخا التي هي برمزيتها التاريخية، رمزيتها السياسية، رمزيتها كذلك الجغرافية كميناء كذلك. اليوم تحولت إلى منطقة عسكرية مقفلة على الإمارات وعلى من يتبعونها، وأصبح بعض الناشطين والإعلاميين من أبناء هذه المناطق يعني يتعرضون للمضايقة أو المنع من الوصول إلى أهاليهم، أو يتم مضايقتهم أمنيا كالتفتيش الذاتي وتفتيش مثلا أغراضهم الشخصية حينما يمرون بالنقاط العسكرية. بعض القيادات العسكرية حتى اليوم المنتمين للشرعية لا يستطيعون العودة يعني إلى ديارهم في المناطق التي يقال عنها محررة. نحن في جزيرة تحتل يعني في جزيرة برية تحتلها الإمارات بشكل حقيقي. يعني اليوم طارق عفاش يهيئ لخارطة صراعات جديدة، لأن من في هذه المنطقة الجغرافية وهي الحديدة والساحل التهامي بشكل عام، بل وليس الحديدة فقط، بل نتحدث عن باب المندب وذوباب والكدحة وهذه المناطق التي تبع أيضا تعز، نتحدث عن قوة عسكرية وخارطة سياسية جديدة يكاد يمكن تشكيلها فيما يمكن تسميته بالمجلس الأعلى للساحل الغربي، الذي يمكن أن يفرض أيضا على الشرعية يعني خيارات سياسية تحت قوة السلاح وتحت قيادة التحالف مثلا المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي التي تدفع، يعني هناك سؤال أيضا أن الإمارات هي التي تسيطر، لكن الريال أو العملة التي تدفع لهذه القوات كلها بالعملة السعودية وليس بالدرهم الإماراتي، ما يثير التساؤل حول رضا السعودية حول ما يجري ليس في الساحل التهامي فقط، بل على المستوى يعني اليمني بشكل عام.
اليوم يعني الحديدة كالضحية المتروكة، يعني قيادتها الشرعية والعسكرية اليوم نازحة إما في الرياض أو في جدة أو في مكة، تبتهل إلى الله بأن يخلص اليمن ويخلص أهاليهم. بعض الذين ضحوا بإخوانهم وأهاليهم من الشهداء والضحايا الذين ذهبوا في هذه الحرب لاستعادة الدولة واستعادة الجمهورية، اليوم يعني بعضهم يعض أصابع الندم يتمنى أن لو أن قريبه لم يذهب شهيدا، لأن اليوم طارق عفاش يريد أن يحصد هذه الثمار ويريد أن يركب على موجة يعني هذه ما تحقق من انتصارات بدماء أبناء تهامة وبقوة أبناء تهامة وبعزيمة أبناء تهامة الذين يتوقون لتحرير أرضهم بدمائهم، ولم يكونوا بحاجة لقدوم طارق عفاش الذي لم يثبت عسكريا في تاريخه العسكري مثلا أنه انتصر حتى في معركة واحدة على أقل حماية عمه في دار الرئاسة في 2011 يعني كحارس أو قائد الحراسة، ولا حتى يعني كقائد لحراسته الشخصية في دار الرئاسة حينما اقتحموا الحوثيين وقتلوا عمه، هرب إلى عدن. نعم، إذن وسيطر. نعم، لو انتقلنا للحديث عن محور أو دور الأمم المتحدة التي ربما قبل يومين أحضرت جنرال جديد وعلى أساس أنه سيشرف على مسألة إعادة الانتشار، و يعني برغم من أن محافظ الحديدة يتحدث عن أكثر من 11 ألف خروقات للهدنة، ما قيمة هذه الاجتماعات والذهاب والإياب؟ يعني حتى أننا نلاحظ أن الحديث عن الحديدة خفت تماما عما كان عليه في السابق. نعم، على ذكر محافظ الحديدة يعني يؤسفني أن أقول بأنه وصل يعني يعكس كذلك ضعف الشرعية، يعني لأنه بلا صلاحيات بلا ميزانية بلا إمكانيات حقيقية يصطدم مع نائب وزير المالية في عدن على مستوى مثلا رواتب المعلمين حينما يريد أن ينتزعها، ينتزع أي ميزانية تشغيلية ولو هزيلة مثلا، وكأنه ينتزع يعني لقمته من فك وحش. هناك شيء من التهميش الذي تمارسه الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي بحق تهامة بحق الحديدة، حتى الآن لا نزال نعاني من التهميش والإقصاء ولا مبالاة بالأهمية الجيوسياسية ولا الإنسانية حتى بالنسبة للحديدة. بالنسبة للأمم المتحدة كذلك تتعامل مع الحديدة بشكل يعني كما لو كانت مورد مالي فقط، مع أن الحديدة لو كانت يعني لو كانت فعلا تحررت من الحوثيين ولم يكن بقي لهم إلى المنفذ الشمالي فقط كما قلنا وأسلفنا، كانوا سيختنقون ماليا، كانوا سيختنقون اقتصاديا، لأنهم ليس لديهم من بديل مالي إلا الحديدة. اليوم الحديدة يعني وسيطرة الحوثيين وإيقاف الإمارات بشكل يعني مفاجئ للمعركة فيها تحت عنوان بأن هناك ضغوط دولية، يجعلنا نشك أيضا في أن هناك أيضا معطيات تقول بأن الحوثيين يستقبلون أسلحة إيرانية عبر وساطة إماراتية هي التي تسيطر على الساحل يعني الغربي. الساحل الغربي ساحل الحديدة كله اليوم تحت سيطرة البوارق التي تتبع الإمارات، التي للأسف من حين إلى آخر تقصف بعض الصيادين الأبرياء فقط لتجميل يعني وضعها العسكري وكأنها تحمي السواحل، بينما لا يدفع الثمن إلا الصيادين البسطاء الذين يبحثون عن لقمة عيشهم. اليوم الحديدة يعني تستخدم كذلك كورقة إنسانية فقط لابتزاز التحالف أو لتحقيق أي مكاسب إنسانية، تحضر في أي مفاوضات سياسية يفاوض بها الحوثيين يعني مع يعني في إطار الفريق الذي يبحث ستوكهولم. ستوكهولم مات يوم أن ولد أصلا، ستوكهولم لم يعد حقيقيا. واليوم حينما يتحدث بكل عبثية طارق عفاش في محاضرته اليوم للدفعات المتخرجة اليوم يقول يطالب الشرعية بإعلان وفاة يعني ستوكهولم، مع أنه شريك أيضا عن طريق الإمارات بأحد ممثلي في هذه اللجنة، ويعرف أيضا العبث الذي يمارسه الحوثيون وتمارسه الأمم المتحدة. الأمم المتحدة على اطلاع تماما بهذه الخروقات التي ترفع إليها يوميا عن طريق المراقبين والمشرفين المتواجدين في خطوط النار، والتي اتفق عليها مؤخرا قبل أن يذهب الجنرال الدنماركي، وكان على الأساس ترفع بشكل يومي. الخروقات تحدث في التحيتة، الخروقات تحدث في الخوخة، تحدث في حيس وفي الدريهمي وفي منظر وفي كل منطقة يحدث فيها قصف حوثي والألغام الحوثية. اليوم حتى طارق ويعني وقواته يمارسون زرع للألغام كذلك على أساس التصدي للحوثيين، وفيما بعد من سيدفع الثمن إلا الناس في الحديدة؟ نحن من سيدفع أكبر يعني فاتورة إنسانية على مستوى اليمن لحرب تقريبا ربما 20 سنة قادمة؟ لذلك نحن مسؤوليتنا الأولى أعتقد بأنها يتحملها الشرعية بشكل رئيسي كونها المسؤول تاريخيا وأخلاقيا وسياسيا عنا، ثم تتحمل مسؤوليتنا كذلك التحالف لأنه بشكل أو بآخر أيضا حليف مع هذه الميليشيا الإيرانية ومع الميليشيا الإماراتية التي تفتك بالإنسان اليمني بشكل عام.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط الحقوقي وديع عطا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.